وسط مخاوف من عمل عسكري وشيك يجري التحضير له، تتصاعد وتيرة القصف المتبادل بين قوات الحكومة السورية من جهة والفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي وهيئة تحرير الشام الإرهابية الذراع السوري وتنظيم القاعدة من جهة أخرى بالمنطقة العازلة شمال غرب سوريا. المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن إصابة 4 مدنيين بجروح بينهم أطفال جراء قصف صاروخي نفذته قوات الحكومة السورية على بلدة بليون بريف إدلب الجنوبي. وأكد المرصد أن القوات الحكومية قصفت أيضاً بأكثر من 200 قذيفة صاروخية ومدفعية كل من كنصفرة وعين لاروز البارة كفر عويد الموزرة بمنطقة جبل الزاوية جنوبية إدلب خلال الساعات القليلة الماضية. من جانبها قصفت الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي وهيئة تحرير الشام الإرهابية مواقع قوات الحكومة على محاور بلدة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. يأتي هذا في وقت تشهد قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي حركة نزوح كبيرة باتجاه مدينة إدلب والمناطق الحدودية، وسط مخاوف من اندلاع عمل عسكري في ظل استنفار تشهده جبهات القتال من قبل طرفي الصراع. وفي سياق ذي صلة سير الاحتلال التركي دورية عسكرية منفردة على طريق حلب اللاذقية الدولي إنفور انطلاقا من بلدة النيرب وصولا إلى قرية عين الحور، وذلك بعد تعذر تسيير دورية مشتركة مع القوات الروسية على طريق كما كان مقرراً.